أشواطنا تتواصل أيها الحفل الكريم في هذا الصباح وبهذه التحديات وبهذه الإثارة ينطلق شوطنا أيضا الثامن المتمم لهذه الانطلاقات الصباحية. شوطنا الثامن والقعدان المهجنات الأصايل بعدما شاهدنا شاهين خليفة أبو ظبيب بن سليمان الشامسي هو من حقق الناموس والانتصار، وبعد السلامات إلى أهالي زاخر، سلامي وتحياتي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. شوطنا الثامن مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة في هذه اللحظات يتقدم الجموع اللي هو سراب سيف بن عبد الله بن براك الظاهري، يقدم سراب مع المركز الأول في هذا الانطلاق. المركز الثاني شهب وسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي، هذا المكتشف مع شهب يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث اللي هو لبيب ومبارك بن جمعة بن كلثم الأخيلي، يقدم لبيب على المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات وتقدم في هذه الإثارة من خلال تواجد سلهود وعبد الله بن علي بن سعيد النعيمي، لكن يتقدم اللي هو أيضا موادع وحميد بن غاسي بن سعيد العمري. حميد بن غاسي بن سعيد العمري، هذا العمري راعي الغبي، يا سلام عليه، يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. ومن أحد أفراد أيضا سلطنة عمان المنطقة الشرقية شمال بدية، هذا هو اللي مع المركز الرابع، يا سلام والله حنح القلب عندك بدية، القلب عندك، القلب عندك. لكن أشوف شيء هني، هني شيء يا بن برغش، ماتي على رأس عاقل مرتين يا بن برغش، ما يسويها العاقل مرتين يا سلام. هذا هو اللي هو أيضا على الصدارة هناك أيضا، اسمع ملا خطير، هذا سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي خطير للغاية، وهني أيضا حميد بن غاسي العمري، من أحد أيضا شبابنا ومن أحد أخواننا من سلطنة عمان، يا سلام، يتقدم في هذه اللحظات. وهني أيضا ياتي الواعي، هذا الواعي، هذا الواعي، هذا الواعي، واعي سيوف، هذا واعي سيوف ما شاء الله، ياتي بدوره مع المركز الخامس، يقدمه ايضا حمد بن برغش، حمد بن زويد بن برغش اليحافي، يا سلام عليك اليحافي، اليوم عنده نيه، اليوم عنده نيه اليحافي، يا سلام عليك، خلك واعي له راعي بديه، خلك ايضا واعي له هذا الواعي ما شاء الله، هذا الواعي ما في طب، ما في طب هذا الواعي ولا هذا، هذا صاحب سيف للعلم، هذا القعود مع سن الصغار صاحب سيف في ايضا المناطق
المناطق الشمالية ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن هني يتختل يتختل. شو اللي تابع لي تابع لي هذا، هذا اللي حامل رقم 11، هذا خطير للغاية يا سلام. هذا هو أيضا القذاب محمد بن سالم بالأسود العامري، يا سلام عليه. القذاب اسمه حلو حلو، قذاب قذاب للنواميس قذاب، يا سلام. تابع لي المركز اللي بعده، هذا اللي قادم، وتابع لي الشعارات الأخرى التي قادمة في هذه اللحظات، يا سلام. هذا سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي يتقدم مع المركز الأول، يا سلام عليه يا سلام. يوك هالعمان ناوي نية اليوم، هالعمان ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا شهب، هذا شهب لا بعد شيء عند اللحظات الأخيرة، شيء بيشوف شيء يرضيكم، يا سلام عليكم يا سلام عليكم. شوف لي هنا تابع لي، الله المركز الثاني، هذا خطير بعد أيضا، لبيب لبيب خطير لبيب، يا سلام. مبارك بن يمعة بن كلثم الأخيلي يقدم لبيب بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر، وهذا العمري راعي الكلوزر يقدم موادع في هذه اللحظات وبهذه التحديات. نزل شوي نزل شوي، خلاص الكسوف أمس ما اليوم يا العمري، يا سلام يا سلامي على هذا الإبداع، على والله أن نمسله القاز، أمسله القاز العمري، يا سلامي عليك. أروح الاكتبي مع هذا الرقصة، اشرب ناموس من قلب الحدث، يا سلامي عليه. هذا هو، هذا هو صاحب العوايد، وهذا هو صاحب الإنجازات في هذه اللحظات وبهذه التحديات. أروح على المركز الأول من هذه اللحظات بنهني، يقول لي حميد لا اصبر شوي اصبر. أيضا أخواننا أهالي السلطنة عندهم محاولات مستمرة وعندهم تكتيكات مع اللحظات الأخيرة، أيضا بتشوف شيء يرضيكم. والله هني صبي عندي هني من أحد أيضا أفراد السلطنة، كل كل وتاح المصر ويذهب المصر، أيضا يقول أخرني وراء أخرني وراء، ماشي وراء ماشي وراء، إذا بغيت قدام روح قدام، إذا بغيت قدام خلهم يحركونهم. أيضا هنا قعدانهم قعدانهم حركوهن، لكن هذا العمري العمري ما عرف وين بيصير، وراء ولا قدام، ولكن خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، يا سلام. في هذه اللحظات بنبرغش يراقب أيضا الحركات الأمامية والخلفية، يا سلام. يقول له أنت روح قدام وأنا بسدك العرب وراء، لكن لكن ما يبه هذه التكتيكات ولا يبه هذه، إلا يبه لي صاحبه أيضا نسخ كبير، وكذلك أيضا هناك الله سيرها يشبه غزارة وهيلمان، وكل تيمر قد حدث عادي تقصة تكتيكات الشوط ما تمشي ما تمشي، خلي الحديدة أيضا الدور وروح أروح بس روح. العمري عزم على مراح، والله أنا عزم عزم العمري على مستوى المركز الثالث، لكن أيضا الصدارة إماراتية إلى حتى هذه اللحظات، مسيطر مع المركز الأول اللي هو أيضا يتقدم. شهب 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 صاحب النواميس، هذا شهب صاحب النواميس، هذا شهب. المحاولات مستمرة عند العمري، العمري عنده نية، والله أن عنده نية، يتابع يتابع يراقب، يا سلام. لكن الأخيالي يتابع هذه أيضا الأمور والتحركات والعلوم أيضا اللي تسير من الخلف ومن قدام، يا سلام. العمري عزم عزم العمري عزم، ولد السلطنة عزم عزم على علوم ما شاء الله. أحمد بن غاسي بن سعيد العمري، يا سلام عليهم يا سلام عليهم. قربوا قربوا، بدأ بالسلامات، بدأ تقترب في هذه اللحظات عند الواصل، وصلوا عند الواصل، قرب شوي عند الشارك، بدأ يعطي إشارة إلى اليمين، يا سلام عليه في هذه اللحظات. لكن شهب ما في طب، هذا شهب ما في طب، شهب يا العمري، يا سلام عليه مع اللحظات الأخيرة، شيء شيء يرضيكم، يا سلام. بتشوف موادع موادع ولا شهب، موادع ولا شهب، يا سلام. موادع موادع وادع موادع وادع، أروح بدية، أروح 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 عليك الاكتب، أروح أروح. السلام إلى أهالي زاخر ولا بدية، يا سلام. غادر غادر ولا شهب، موادع ولا شهب، موادع ولا شهب، يا سلام. أهالي بدية، أهالي السلطنة وأهالي زاخر يتنافسون لنيل الناموس، هذا شهب ما في طب، وهذا موادع يحاول. الله الله يا العمري يا الاكتبي، يا سلام. يا الصراع ما بين الاثنين، يا سلام. السلامات وين؟ هل يا ترى هل يا ترى بتبغى في هذه ايضا المكان، ولا محاولات العمري مستمره؟ والله هن متلهفين على السلام، هالي بديه متلهفين يراقبونك يا العمري، يراقبونك، يا سلام يا سلام. موادع ولا شهب؟ شهب ما يطيع صاحب الانجازات، شهب صاحب الانجازات، صاحب الانجازات العديده، وموادع يحاول العمري، والله هن محاول
محاولات مستمرة انتحارية عند محاولات. يا سلام، خلاص شهب، شهب على مقدمة الشوط، شهب على المركز الأول. ما في طب هذا شهب، ما في حيلة. سلامي وتحياتي لك يا المكتشف على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا لينيبي على هذه المتابعة. المركز الثاني أيضا موادع قدم العرض ما فيه الكفاية عند حميد بن غاسي بن سعيد العمري. المركز الثالث كان الوصول أيضا مع سلهود وعبد الله بن علي بن سعيد النعيمي. الرابع، الرابع كان وصول وتقدم من خلال تواجد قذاب ومحمد بن سالم بن الأسود العامري. الخامس كان وصول مع أيضا الواعي حمد بن زويد بن برغش اليحابي. هذه هي نتائجنا، هذه هي تحدياتنا، هذا هو توقيتنا الزمني 9:36 مع اللي هو شهب سعيد بن غضيب بن عبيد الاكتبي. تهارينا وناموس وتهارينا كذلك أيضا نبعثها لي أيضا هناك راشد بن خميس النيبي هو من يتابع أيضا. شهب لك التحية على هذه المتابعة، شكرا، وأقول هرد لك يا العمري في الأيام القادمة. هذا هو أيضا سباقاتنا مشاهد الكرام، وهذه هي أيضا العادات سباقات الهجرة العربية الأصيلة. تابعنا أول الأشواط والتحديات الأولى مع أول هذه الفترة الصباحية والتي انتزعت أيضا المركز الأول أيها الحبل الكريم اللي هي أيضا مشاهد الكرام، ونالت الفوز وناموس والانتصار مع أول الأشواط الأولى الصباحية ونالت هذا الانتصار. فتهانينا وناموس مشاهد الكرام على صاحبة المركز الأول مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، وانتزعت أول الأشواط الأولى الصباحية. فتهانينا وناموس من قدم أيضا الرقص الجميل في هذا الصباح وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله مع اول الاشواط وتحديات الاولى الصباحيه. يا سلام اللي هي ايضا روعه الجلندي بن مسعود بن محمد العامري، لك التحيه على فوز ايضا اللي هي روعه مع اول الاشواط 9:32 وصاحبه التوقيت الافضل اللي هي اسيل سعيد بن مسلم بن طرشوم العامري. والختام كان مع اللي هو ايضا شهب سعيد بن غدي بن عبيد الاكتبي، لك التحيه. هذا هو ايضا سبقنا في صباح اليوم، تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.